سلام عليكم احلى ناس في الدنيا. النهاردة بقى جايب لكم حتة دين حلقة ولا اي حلقة، يعني حلقة النهاردة يا ولادي هنعلق بقى على الاهداف بتاعت ماتش الاهلي والزمالك. طبعا يا عزيزي مش عايز حد يطلع لي يقول يا عزيزي انا الزملكاوي والاهلي كسب، ولا الاهلاوي يقول لي انا مش عارف ايه وبتاع. انا مش دعوة، انا راجل في اهداف مبعوتها لي نعلق عليها واحنا ساكتين بدون اي يعني ايه حيازية لاي نادي اخر. وده مش معناه ان يا عزيزي انك زملكاوي والزمالك خسر انك تنزل تعمل ام لايك شارخ فايح سايح نايح يعني. وعايز الاهلاويه يعني يوصلوا ام الفيديو ده يعني لاي حاجه انت وذوقك، انا ما بطلبش من حد حاجه. ويلا نبدا الفيديو على خيره الله. وزيع يا ابن والدي، وادي التسديده من ديانج في العرض. يا نهار ابيض، بتعمل ايه يا راجل؟ بتعمل ايه يا ابو جبل؟ واحد ليمون متلج هنا لابو جبل. ايه يا راجل ده؟ ده جمهور الزمالك هيجلدك على الامبوله يعني. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا ابو جبل؟ الله يخرب بيتك يا راجل. هي ضربه الجزاء، الراجل فتح حوض زي بتاع الكاراتيه وعلوله وفرشه فرشه الكلاب يعني. يا الولد يا نهار ابيض، يا نهار ابيض عليك يا علي يا معلول. حط الزغلول، بص الزغلول اتحط ازاي. لا 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 يا علي، ما تغصش حد يا علي. وادي الجون التاني، يلا يا نهار ابيض، كور الجون اهي، يا نهار ابيض عليك يا سلي. وادي الجون التالت، يا نهار ابيض، شريف المخيف حطه لهم في الرغيف، شايف الرغيف اهو، يلا خش هاتها يا ابو جبل لان انت هتجلد جلده السنين. وادي كره حلوه قوي ملعوبه لمصطفى، الله عليك يا لصاصة يا لا. مش عارف كارتيرون رمي بره ليه الولد ده، يعني هدف اعلامي يعني من طراز محارب. الله عليك الله، عشان ناوي ايه يعني؟ ده جاي يفتيز الشيطان على طول الكوره، شايف الولد حطها في خرم الشيطان. شيل ناوي مين؟ وادي ركنيه حلوه من قفشه لاليو ديانج. يا دين امي على الجون، يا دين ابويا اح على الجون ده يا جدعان، عالمي يا لاديانج، تتقل بالماس يا ولدي. ضربه جزاء للاهلي، علي معلول على الانتاج، علي معلول على الانتاج، واتعشى دجاج يا ابو جبل، اتعشى دجاج يا ابو جبل، اح على الجون. والناحية التانية هنا ضرب الجزاء للزمالك، زيزو، زيزو الشناوي، زيزو الشناوي، الشناوي وزيزو جول، اتعشى رغاوي يا شناوي. وادي وادي واحدة حلوة كمان، وادي واحدة حلوة كمان، هنا ايه؟ هنا ايه؟ هنا ايه؟ هنا ايه؟ هنا جول، هنا جول بين قلبي يحرز الهدف الثالث للزمالك وينتهي المباراة عزيزي بفوز الأهلي بخماسية 5-3. ومش عايز اخواتنا الزملكاوية يزعلوا، دي ماتش يعني في دوري والدنيا يعني رايحة جاية. اشكركم شعبي العظيم، ولا تنسوا من لايك الشرق الفايح النايح يا عزيزي. اشكركم 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 اشكركم.